خير النساء البرة التقية ذات الصلاح العفة الحية، قد حافظت على الصلاة الخمس وكل ما فيه زكاة النفس، تتلو كتاب ربها لا تهجره، ذاكرة لربها تستغفره، قد جعلت وقرن نصب عينها، أمينة وافية بدينها، تجتنب الأسفار دون محرم لأنه في شرعنا محرم، ما صافحت لأجنبي منها ولا اختلت بأجنبي عنها، إن نطقت لحاجة لم تخضع في قولها وصوتها لم ترفع، حافظة لفرجها وللبصر، أجمل وصفها الحياء والخفر، إن خرجت تخرج بالحجاب بشرطه المشروط في الكتاب، لم يبدو منها إن بدا شيء سوى عيوب لكي بها الدرب ترى، ما حسرت عن ساعد أو ساقي، لتزحم الرجال في الأسواق، ما شنها السفور والتبرج ولا تمس العطر حين تخرج، قد حذرت من اللباس العاري لأنه لباس أهل النار، منه قصير ضيق شفاف فكلها من لبسها تخاف، ولو أمام مثلها من النساء أفت به ذو النصح أهل الاتساء، لتنمص الوجه ولا الحواجب إلا لشيء عد في المعايب، كلحية وشارب إذا نبت فإنها تزيله إذا ابتغت، قد نزهت مسمعها عن الغنى لأنه يدعو لشر وخنا، وينبت النفاق في القلوب ومغضب لعالم الغيوب، أما الدفوع ساعة الأفراح كالعيد أو في زفة النكاح فإنها تسمعها بلا حرج، إلا إذا الكلام بالفحش امتزج، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى ختام.